يعني الآن جاءني أمس صورة قرار من الجهات العليا في الدولة السعودية أنه يمنع على الشرطة متابعة النساء كذا وكذا. طيب لماذا؟ ألا أقول لكم لماذا؟ والناس يرحبون بهذا. لماذا؟ لأن التطبيق كان أرعن في الزمن الماضي وبطريقة منفرة مزرية يتم بناس جهلة. هذا رأيت بعيني ما يسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صديقنا هدم عنده مستودع فيه بضاعة بالملايين، صديق لنا ذهب لإصلاح هذا، يأتي بورشة وجماعة لإصلاح، فقال لي ابقى لي على رأس المصنع حتى، ليس مصنع متجر، حتى أعود. قلت له خيرا. بقيت مع العمال، غربت الشمس، أذن واحد من الشباب وأقمنا الصلاة وصليت. دخلت هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونحن نصلي، تمام، نحن نصلي. ماذا يقول؟ صل يا شيخ، هل الله يهديك؟ صل صل صل، أنا أصلي، أنا كيف صل صل؟ أنا في الصلاة، رأيتني أصلي ورأيتني في جماعة، جماعة طويلة نصلي. لا لا بالمسجد يا شيخ. طيب أنت لماذا لا تصلي في المسجد؟ سؤال. أنت يا صاحب الهيئة لماذا لا تصلي في المسجد؟ يعني أنت مستثنى؟ هذا مسكين ماله سيضيع، يأتي نص يأخذ قطعة واحدة قيمتها مبالغ كبيرة. التطبيق كان خطأ، أرادوا حمل الناس على الدين بالعصا، فنفر الناس من الدين وكره الناس الدين. لا، التغيير باليد ليس معناه التغيير بالعصا، لا، يمكن التدرج والتلطف ولا مانع أيضا من التساهل المبدئي حتى يتحول إلى ثقافة، حتى تقبل النساء بأنفسها إلى هذا، بطبيعة العصر.